المزقوف وهي طريقة شوي السمك في العراق، وتعتبر إحدى الأكلات المفضلة وخاصة يوم الجمعة، حيث تشم رائحة السمك المزقوف في معظم شوارع بغداد. المزقوف كلمة مشتقة من كلمة أرامية سقف، وتعني وتد، حيث تثبت السمكة بأوتاد بعد قطعها بالسكين من الظهر، ويغرز الوتد بالسمكة ليثبت على الأرض. تختلف طرق شوي السمك. العراقيون في لندن يشوون السمك على المنقلة، هذا البصل من قلبه حتى جهة اللحم الجلد هواي ناس تحبه، بس أنا شفت أنه إذا نقصب الظهر من السمكة يكون أطيب، لهذا نحاول نشيل الجلد. هاي طبعا طريقة عراقية مالية، شارع أبو نواس ما يسويها بس بلندن نسويها. زين عيني هذا القرنوط، أطيب من هيجي أكل وأحلى من هيجي قاعدة ويا الشباب الطيبين ماكو بعد. فعلا مثالكم خالد. الشاي العراقي يتميز بالتهدير البطيء، زائدا شاي فل وهيل وعلى كيفك تنتظر، وطبعا إذا على الفحم هي النار هادية وعلى كيفك، وتشيك بين فترة وفترة تشوفه إذا هاي بعده هنا طايف، بس من يقول بقلبة واحدة تحت جاهزة. ثم باقي له زاد مرقة قنابير والسمك المزقوف والدولمة العراقية، وألف عافية. الخاشوقة لازم يصير بالاستكان من يدير الشاي إذا حار، والاستكان بارد حتى الاستكان لا يطب. يجر التنور بالنار. يجر كلمة آرامية وتعني يحمي، أي يحمي التنور، وما زالت الكلمة تستخدم حتى وقتنا الحاضر وخاصة في جنوب العراق.
تهدأ النار شوية بس انت على الجمر. هو هذا أحسن سقف السمك المسقوف. بعد شوية؟ يلا بعد شوية نقسمها. يا الله بعد لها 5 دقائق تكون جاهزة. أطلعها إن شاء الله. جهزت والحمد لله. ايها هي اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن جهزت كنا تشويها خلي لها حامض واحنا سابقا خلينا لها بهارات ملح كركم يا الله وألف عافية هنا للشوي وتفضلوا ألف عافية.